السلام عليكم، شوبير ديزير كالعادة معكم. مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن، الناس اللي راهم يعطونا الآراء تاعهم، الناس اللي راهم معاونينا باللي كومونتير فانيك وندوا من عندهم ويدوا من عندنا غير جديد فانيك. هذه قناة تاع حقيقة، واليوم جينا نتكلموا على الحصة تاع الندوة الصحفية والكوارث اللي صراو فيها. وعندنا كما نقول لكم راهي عندنا مداخلة من عند انسان ما نقولوش اسمه بصح، من عند انسان اللي يعرف خبايا كرة القدم احسن، كما نقول لك يعرف خبايا جيدا ان شاء الله ربي. نقارعوا المكالمة تاعو بعض اللحظات بصح، ندخلوا دروك حنايا نتكلموا على هذه الحصة اللي داروها تاع حصة من اجل استهلاك الوقت، من اجل استهلاك بسم الله استغفر الله. الو الو، سلام سعيد خويا، كي راك بخير؟ الحمد لله والله لا غايه خويا، والله لا الحمد لله، الحمد لله الشيخ، والله الحمد لله الشيخ. شو رانا على المباشر، راني قدمتك، تنجم تقدم روحك؟ راك على المباشر خويا. خير الناس. الله يسلمك. الله يسلمك خويا. الله يسلمك. الله يسلمك خويا، ربي يحفظك خويا. مرحبا بك خويا، مرحبا بك. عندك كاع الحق وتكلم على روحك، عندك كاع الحق وتكلم. صحة يا شيخ. وزيد بزياده، الرد الفريق ممكن ارتبط به لمده 7 اشهر،
ونهار قالوه نهار حبسوه نهار حوزوه كان في المركبه قبل الاخيره. الله يعطيك الصحه. يعني غريب جدا. في الخص مشواره مع الفريق الوطني يعني بدايه تاريخيه كان 11 مقابله مع الفريق الوطني يربح الربح ويخسر الربح ويخسر ويجي معاه يتعادل وطبعا خسرته اكثر من ربحه. خسر مع السودان. خسر مع السودان. بارك الله فيك. انا ما نحبش نطول على المشوار هذايا انا في الاستخلاص يعني حبيت كونكريسيون كما يقول. صح. هذا خرافه يعني وش يعني كجزائري بسيط ومتتبع ومحب كرة القدم. انا نقول لك ان المستوى المتدني هذا في وقت الفريق الوطني كان جاي بقسم ايقاف مهمه. الاولى انه السيد هذا كان عنده شخصيه نرجسيه وكان يهم اللاعبين وشهاده اللاعبين. واه واه واه. ثانيا كانت عنده طريقه تاع تدريب ما تقدرش تدير تاوتهم. لماذا؟ لانه ما كانش بينهم 40 ايام عنده شهادات. واه واه بدون شهادات هدايا. وبالتالي المستوى تاع الفريق الوطني كنتيجه لهذا التسيير الهام ديالو كان مستوى مكذب. وكذلك طالب هذه الوحده التاريخيه تاع الجزائر اللي كان فيها الايقونه الزائفه نزيد نوضح للجزائريين اللي راهم من فضلك محمد خويا ما تقوليش ايقونه خاطر هذا ماهوش ايقونه كاع. هذا هو مزيفة. شوف انا نربط حادثة مهمة كثير من الجزائريين يمروا عليها مرور الكرام وما يذكروهاش. صح. وهي حادثة فسخ العقد مع الفيدرالية كي كان فسخ هذا العقد اللي هو تسابق مع الجزائر فين خادم تاع الفيدرالية اللي هو خادم الجزائر. ماذا خرجها الورق وقام في الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم خفيفة وتحصل على مبلغ يعني 100,000 دولار في وقت كانت الفيدرالية المسكينة تتسول للحصول على فرنكات على دينارات ما كانوش عندها. هو راح يتم عليها 100,000 دولار الفيدرالية ما عندها حتى فلوس. لا قال لهم نداء الوطن. قال لهم نداء الوطن. انا لو كان حد الجزائر نطلب السماح ونقول هذا طبعا ما نديهمش انا خليهم في كمان خلاف لا ظلمتك حتى ولو يما ظلمتك حتى ولو بلادي ظلمتك ما نروحش نقاضي هذا وندي كميات هذا الموضوع. شوف بزاف القدماء لاعبين يقول لك هذا المثل ما قراش احنا يكين من تبعو. والله العظيم ماذا بيك؟ انا جزائري ما نقبلش
الصحة.